تعتبر زيارة المعالم الأثرية التاريخية الإسلامية ضمن البرامج الأساسية التي تنظمها اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة لصالح الحجاج بالتعاون مع شركائها كجمعية معالم المدينة وبمساعدة من الطلاب التشاديين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المحطة الأولى للزيارة هي مقبرة شهداء أحد الواقعة على بعد 5 كيلومترات شمال المسجد النبوي، والتي تضم مقابر 70 من الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة ما يوافق عام 625 ميلادية، ومن ضمنهم عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. المحطة الثانية للزيارة مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي الشريف، والتي أسست منذ حوالي 1400 عام، والتي تضم جثامين أكثر من 10,000 صحابي ولا يزال يدفن فيها. بعد ذلك توجه الحجاج التشاديين لزيارة مسجد الخندق ومن ثم مسجد القبلتين. وقد اختتم الحجاج التشاديون زيارتهم للأماكن الأثرية بالمدينة المنورة بمسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. من المدينة المنورة عبد الصادق علي أحمد للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري هنا.